كنت ماشي في السوبر ماركت ولقيت هذا المنتج الغريب، بيقولوا ان هو محشي من جوه بقى الفليفرز اللي موجوده دي يعني، واسمه مانشوز. فانا مش عارف هل هو اصلا جديد ولا انا اللي متاخر ولا ايه يعني، مش عارف. ولكن عجبني جدا جدا فكرته ده فعلا يعني، لو هم بيتكلموا صح ان هم رسمين هنا علامه بتاع كده اللي هو المفروض اللي جوه، ومحشي بقى ايه من جوه الفليفرز اللي موجوده. فتعالوا اقول لكم فيه ايه بقى. اول حاجه مانشوز بالبيتزا، يعني المفروض محشيه من جوه صوص بيتزا او بيتزا مش عارف. تاني حاجه مانشوز بالجبنه، اكيد طبعا محشيه جوه جبنه، هنشوف يعني كل ده. وتالت حاجه جبنه حاره. والواحد من دول عامل 6 جنيه ولكن كان عليه عرض كده كان ب 4 جنيه 10 رمضان وكده يعني، فقلت استغل الفرصه واجيبه ونجربه. فتعالوا نفتح اول واحد اللي بالبيتزا لاني متحمس له جدا جدا، ونفتح ونشوف فيه ايه من جوه. انا فتحت بس ريحه بيتزا كده يا باشا هبت في وشي. اها قلت لي ده شكله من جوه، بص عامله ازاي، وفي صوت كده من جوه اكن في حاجه جوه يعني. فده شكلها، تعالوا ندوها كده ونشوف. بسم الله. اوه هي محشيه من جوه فعلا، الفليفرز بتاعتها قويه جدا جدا. هو في صوص بس الصوص متجمد يعني، ده المفروض الصوص اللي جوه اللي هو اعداد دلوقتي، ده المفروض الصوص يعني اللي جوه، مش عارف هل هو كده ولا هو متجمد. ملح جدا جدا، وفي طعم بيتزا جامد جدا جدا. تعالوا نجرب تاني واحد اللي هو بالجبنه، نفس الشكل برده. ده شكله عامل زي البتاع ده اللي احنا بنجيبه من عند الفرن اللي هو اسمه بتاع ده، تروح تقول له هات ب 5 جنيه من البتاع ده، فهو ده البتاع ده. تعالوا ندوق. بسم الله. ما عجبنيش اللي بالجبنه ده، مفيش طعم جبنه خالص فيه يعني. هو في ريحه جبنه لكن مش موجود طعم الجبنه القوي اللي كان موجود في البيتزا كده، كان طعم البيتزا كان غني جدا جدا، ولكن الجبنه ما كانش فيه الفليفرز القويه دي. تعالوا نجرب تالت حاجه، جبنه حاره. ده شكله. وقبل ما افتح بقى التالت ده، لو عجبك التيشيرت اللي انا لابسه ده، بص يا زميلي مكتوب سحرتني ولا سحرت لي، وورا بقى يا زميلي مكتوب بقى الاغنيه كلها بقى يا زميلي، وعيون مش محتاجه تسحر لي، مش عايزه تجيبني بس جابتني، نسيتني وفي قصتي حبستني، والله وقاعد بفكر فيك كتير، بالي عليك مشغول، ولا بتصعب عليا حالي، ولا بكتب لك كلام معسول. ده مش موضوعنا يعني، بس المهم يعني لو انت حابب تشتري التيشيرت دي هتلاقي اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن، وفي فيديو بقى مفصل اتكلمت بقى التيشيرتات بقى والخصومات وكده يعني، وخليتك ايه تظبط نفسك كده في لبس العيد بسعر رخيص. هسيب لك برده اللينك ده برده تحت في الديسكربشن، وتعمل فولو، وتعدي على الانستجرام تعمل له فولو، وتعدي على تيك توك تعمل له فولو، ولو عندك وقت تدخل على اليوتيوب وتعمل سبسكرايب. كل اللينكات دي تحت في الديسكربشن. اللهم بلغت بقى. نفتح تالت واحد، ريحته فراوله. ما اعرفش ازاي جبنه حاره ريحته فراوله، مش عارف ازاي. ده برده شكله كلهم شبه بعض يعني. تعالوا ندوق. بسم الله. الو يا مانشوز مانشوز مانشوز، فين الفليفرز يا مانشوز؟ هو نسي يحطوا الطعم تقريبا. تاخد واحده تانية عشان ما نزلهمش. واحده تانية ايه؟ مفيش طعم جبنه، مفيش طعم اصلا سبايسي، مفيش طعم اصلا خالص. انت بتقرمش حاجه مش عارف انت بتقرمش ايه اصلا، اللي هو خد كله وخلاص واخلص. ما عجبنيش ولا اللي بالجبنه الحاره ولا اللي بالجبنه العاديه. احسن واحد عجبني اللي هو كان بالبيتزا وكان مليان فليفرز جدا جدا. فيعني من رايي الشخصي لو هتجيب، لو لقيته اصلا في حته يعني، هات اللي هو بالبيتزا ده، ما تجيبش اي حاجه من الجبنه خالص. وبس كده، شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100 الف اقرب وقت. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.